السلام عليكم. انا نصر رابولي، منخرط في نادي المسيره الخضراء للرياضات المائيه بالعيون. جيت لهنا باش نشارك في هذه الكومبيتيسيون هذه، وكنشكر اللجنه المنظمه لهذه الكومبيتيسيون هذه والجامعه الملكيه اللي عطات لنا هذه الفرصه هذه، وكنبغي الشباب اللي بحالي ينضموا لهذه الجمعيه لهذه الرياضه هذه. وشكرا. يوسف غرنيت، المسؤول على نادي يوسف في الصغيرة، منظم هذه البطولة اللي هي فيها ثلاثة ديال الرياضات. فيها أولا الألواح الشراعية بونشافور اللي عندنا فيها بطولة المغرب اللي خرج منها بطل المغرب، والوينغ سيرف اللي هو رياضة جديدة في المغرب، أول مرة كدار لي بطولة في المغرب، دونك حتى يخرج منه بطل المغرب. عاد المرحلة الأولى ديال البطولة الوطنية ديال الكايت سيرف اللي غتكون المرحلة الثانية تاعها في اسفي، والمرحلة الثالثة ان شاء الله في العيون. المسابقة كانت دازت في اجواء رائعة ومزيانة، الاجواء الريح كانت مساعدنا رغم انه واحد الوقت تجهد الريح واضطروا انه بعد الممارسين انه يابوندونيو لانه كثر عليهم الريح. احنا باقي خدامين اليوم، عندنا لا بلونش افوال نكملوا لا فينال ديالها. عاد من بعد نورمالمون باقي لنا حتى 30 في الشهر. عندنا غدا ان شاء الله عندنا الكايت سيرف، ومن بعد عندنا الوينغ. السبت ان شاء الله غادي يكونوا لي فينال، وغادي نخرجوا منهم ابطال المغرب ان شاء الله نتاع 2022. الرحمن الرحيم. سعيد فضيلي، ممثل الجامعه، نائب الكاتب العام بالمكتب الفيدرالي للجامعه الملكيه المغربيه للشراع، وانا كنتواجد حاليا بمدينه الصاويره ممثل للجامعه الملكيه. كنشرف على الانطلاقه ديال هذا بروميان ايتاب ديال المرحله الاولى ديال البطوله الوطنيه للكيت سيرف والويند سيرف بمدينه الصاويره. وحنا كجامعه كنشجعوا الشباب على هذه الرياضه ديال الكيت سيرف والويند سيرف باش نعطوها واحد قيمه مضافه على الصعيد الوطني كباقي الرياضات اخرين، ككره القدم، كالوبتيميز، كلازير، يعني عده رياضات اخرين. ومدينه الصويره معروف عنها الكيت سيرف بحكم الرياح القويه اللي فيها وبحكم الجو اللي فيها، يعني الكيت سيرف كتمارس فيها مزيان والويند سيرف. وحنا كجامعه كنشجعوا الانديه، وهذه البطوله مشاركين جميع الانديه المنضويه تحت لواء الجامعه المغربيه للشراع، الملكيه المغربيه للشراع، جاوا مشاركين في البطوله الوطنيه، يعني المرحله الاولى بالصاويره، المرحله الثانيه بمدينه اسفي، والمرحله الثالثه بمدينه العيون الاقاليم الجنوبيه. حنا كنتواجدوا هنا باش نعطيو الانطلاقه للشباب ونوروهم هذه الرياضه باش ما يلتجئوش للشارع وما يلتجئوش للمخدرات وما يلتجئوش لشي حاجه اللي خايبه. حنا بنشجعهم على الرياضه لان هذه الرياضه الشباب كيكون في مستوى وكيكون عقله سليم وكيكون كيعرف شنو كيدير وكيعرف المجتمع. لهذا حنا كنشجعوا جميع المشاركين من جميع نفوذ التراب المملكه، وكنشجعوا جميع الانديه اللي مشاركه، وكنشجعوا النادي المنظم يوروسورف اللي المنظم بمدينه الصويره هذه المرحله الاولى. كنشكرهم على الاستقبال وحفاوه ديال الاستقبال، وكنشكرهم على التنظيم، وكنشكرهم على التحكيم، وكذلك اللجنه التقنيه المتابعه للاخوان، ونشير كذلك الاجانب حتى هما كاين جدل ثلاثه ديال الاجانب، واحد من فرنسا وواحد من شخص من فرنسا وشخص من اسبانيا وسيده من ايطاليا، وكذلك العنصر النسوي راه مشارك في هذا الكومبيتيشن.
تقريبا حوالي 100-110 المشاركين كاين فيما بين العنصر النسوي والشباب اللي كيمارس الويند سورف والشباب اللي كيمارس الكيت سورف، وفيهم الفئات الكبار وفيهم الفئات الصغار، يعني كاين عده مراحل. وحنا البارح الاثنين يعني عندنا البطوله من 25 يوليوز الى غايه 30 يوليوز. وبهذه المناسبه ولعيد العرش كان نوجه رساله الى جميع المشاركين يمارسوا الرياضه هذه، وكان نوجه كذلك رساله للنوادي باش يكثروا في القاعده ديال الممارسين ديالهم، يحتضنوا الشباب عوض يمشي للزنقه يجي للنوادي باش تمارس الرياضه. وبمناسبه هذا عيد العرش المجيد وجهوا تحيه خالصه لصاحب الجلاله نصر الله وايده، والسلام عليكم. يوصلكم جديد ديال اس في العام، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.